شركة القصير للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. هل يتكلم مثل ابن عياد يا حما ما يقول الكلمة اللي قالها للناس يقف دونها الرحلة اللي تتعب الفريس يبغاها تطول أقول له يا صعبها ويقول لي يا هنا يا ولد يا ولد اللي يتكلمنا يا ابو تركي مع اصحاب العقول خرص العوادي سناني مثل شوف عيونها الطول ولا ما تطول العلم يبغى له جحوله كيف انتهى والذي باللي تحد سنونها واثق ولا تكتب على البيبان ممنوع الدخول عندك يقين ان لا ما نفيك نف مامونا عندك يقين ان لا ما نفيك نف مامونا الله يبارك في الجمال اللي يشيلن الحمولة اللي ما تقدر تطرق ابواب الخطر من دونها الله يبارك في الجمال اللي يشيل لنا الحم لا فتحت الابواب جوك الناس صاحي ومهبوله كيف اخلط الضيف نصحيها على مجنونها كيف اخلط الضيف نصحيها على مجنونها كيف اتاح الابواب شوك الناس صاحي ومهبول الله يبارك في الشجيع اللي على وسق الذلوله وليها رجلك كلمة كل العرب يوحونها اسهم بقعة واقعة في الرأس ولا في الرجولة ما عاد يمكن تحجبون الشمس وتغطونها الله لي من جعل لك عند خلق الله قبول نعمة كبيرة من يحصلها لزوم صونا نعمة كبيرة من يحصلها لزوم صونا بعض السوالف يا محمد ما لها عندي وصولة سايق عليكم جاه ربي عاد لا تقلونا اللي يخاف من المنايا لا يوصل ولا يجول وتجيها حرف النار لين انه يذوق طعونها اللي يخاف من المنايا
الكلمة اللي ما تليق ولا تقبلها العقول من دون داعي لا تنصاكم ولا تنصونا من دون داعي لا تنصاها ولا تنصونا السارق اللي يسرق الارقى ما ويفك القفول ان كان حصل له هدية اهداف عن عربونا وش رايكم في العالم اللي قامت تدق الطبولة تبغونها ولا عليكم خوف ما تبغونها السارق المزاح وضعه من نزول في نزول رسالة صكوا عليها الدرج لا تقرونها حنا نعرف الفرق ما بين المكافح والكسول وهل الوجه اللي من الفجعة تغير لونه وهل الوجه اللي من الفجعة تغير لونه إن كان ما عندك يا بن عياد حل من الحلول نصبر ليا ما ترجع الحبة على معونا حنا نشوف الفرق واضح مرع علمك لا يطول ترى ليا طالت علومك ينكشف مكنونا حنا نشوف العلم واضح مرع علمك لا يطول حنا نشوف العلم الحبة المرة توطاها لواد بالخيول ولا ليا دارت راحها يستوي مطحونها